حملة القصف المتواصلة على حلب تدخل يومها 21 مخلفة المزيد من الضحايا بين المدنيين. حي بستان القصر كان الهدف الأول لصواريخ النظام اليوم الخميس، حيث استهدفت منزلا في الحي عند السحور ما أدى لاستشهاد طفلتين وامرأة. الساعة 2 بالليل عم نجهز مشان السحور، وفجأة بصير انفجار كتير كبير عنا بالحارة وبصير دمار بالبيت عنا، وبصير شهداء فوق البناية نزلت عليه الصاروخ أو القذيفة. ما عرفنا ايش هو، ايش النوع اللي ضربنا اياه، لحد الآن ما عرفنا. كما أسفر قصف مدفعي على حي مساكن هنانو عن استشهاد امرأة. ريف حلب الشمالي تعرض لقصف جوي روسي أدى لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين في مدينة حريتان وبلدة كفر حمراء. طريق الكاستيلو المنفذ الوحيد إلى مناطق سيطرة الثوار في حلب استهدف أيضا بقذائف المدفعية من قبل قوات النظام المتمركزة في تلة الشيخ يوسف. مصادر محلية في مناطق سيطرة النظام أفادت بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف وطلقات متفجرة في أحياء الفرقان والأكرمية والشهداء. عسكريا، ريف حلب الجنوبي عاد للواجهة بمعركة أخرى لجيش الفتح، تمكن خلالها من السيطرة على قرية القراصي وأعلن مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام وأسر آخرين. في المقابل حاولت قوات النظام التقدم على جبهة الحميرة، لكن الثوار تمكنوا من صدها وتكبيدها خسائر في العدة والعتاد. سيطرة الثوار على قرية القراصي ربما تكون مقدمة للسيطرة على مناطق أخرى متاخمة كالوضيحي وزيتان وبرنا حسب مراقبين.